الدرس 174 هنتكلم عن دوال تقريب وتحديد نوع واقتطاع من الأرقام وتقريب التاريخ التايم ل 15 دقيقة وكل حاجة. دوال كتير جدا بتتعامل مع الأرقام والتواريخ بشكل كان لازم نحطها كلها مع بعضها، وأنا دايما هسيب لك الملف اللي فيه كل الأوامر دي بالأمثلة في على الموقع. هتخش هتلاقي كل امر من الاوامر دي مكتوب جنبيه معناه ايه باختصار بعد ما تسمع الفيديو وتشوف، لو انه اوامر كتير زي ما انت شايف كده حاططها لك في شاشة واحدة، هي ما ينفعش تتقال غير مرة واحدة مع بعض. الحاجة التانية انا هقسم الملف في على يوتيوب في شابترز، يعني مثلا كل مجموعة اوامر ليها علاقة ببعض زي انت مثلا وبعد كده كذا، هتلاقي ان كل حاجة تبدأ بتايم تدوس عليه تخش على الامر. على واحد عايز يشوف السيلينج يخش على السيلينج، بس عايز يشوف الام راوند بالنسبة للتايم فهيشوف، هتلاقي التقسيمة هي دي ترتيب الأوامر وأنا هقسمها بشكل ما. هو الملف كله تقريبا هيبقى في حدود 15 ل 18 دقيقة، تابع معايا. هنتكلم في الجزئية دي عن انت وترانك وان ايه بيعملوا ايه. هو باختصار شديد انت بيجيب لي الرقم الصحيح من الرقم، يعني مثلا لو كان A1 كله هتعامل مع A1 فبيجيب لي الرقم الصحيح، بقول له انت A1 يعني يجيب لي الرقم الصحيح. طب لو قلت له انت ماينس A1 هيجيب لي برضك الرقم الصحيح بس ايه الاصغر، الاصغر في السالب هيبقى كأنه شكلا اكبر اللي هو ناقص 115. طب لو انا قلت بقى يبقى ده انت بتشيل بتقتطع، يبقى الحتة التيب اللي انا فيها دي بشيل بتعامل مع الديسمل، بشيل الديسمل باخد الرقم الصحيح من غير تقريب، انا عايز الرقم الصحيح. فطبعا هنا على طول عملت كده. طب ايه بقى ترانك؟ ترانك بقى هتبقى عدد خلايا، يعني هنا ترانك A1 of 0 زيها زي انت بالظبط، خد الرقم الصحيح بس مش ما خدش ولا رقم عشري. اما اقول له ترانك ايه اللي هي دي ماينس ايه وزيرو ونفس الكلام، بس هنا بقى جاب لي 114، بيقص ملوش دعوة بالقيمة الاكبر ولا الاصغر ولا حاجة، شال على طول حط لي سالب وحط كده. فدي في فرق بينها وبين الانت. فطبعا عشان الواحد لما يجي يطبق، اما باجي اطبق اي معادله بعمل لها تريس، يعني تريس يعني ايه اشوف النتيجه بعناية ايه اللي بيحصل يعني. طب لما اقول له ترانك A1 و2 اللي هي دي و2، يعني خد قصلي خد الرقم ده الديسيمال ده قصلي منه لحد رقمين 20 من غير تقريب ولا اي حاجه، فهياخد لحد 72. طب لو قلت له ترانك A1 و3 هيقص لحد 3 ارقام عشريه، تلات أرقام عشرية، بس أنا هوسع بس الخلية دي فهيبان النتيجة أهي تلات أرقام عشرية، ملوش دعوة الواحد ده إيه قصته يعني. أما لما أقول A1 ناقص ترانك A، طب ما إحنا عارفين إن ترانك A اللي هي دي، ترانك A لوحديها ترانك بس A دي رقم، يبقى أنا كده دي معناها ما أقول له A1 الرقم نفسه ناقص ترانك A1 يجيب لي الكسر على طول، كسر نفسه الكسر كامل يعني. يبقى انا كده قدرت افصل بين الرقم العشري اخد الجزء الصحيح واخد الجزء الكسري. في الجزء ده هنتكلم عن ام راوند وام راوند برضك امر تاني مرة، ام راوند ايه برضك 1 و10 A1 و5 وسيلينج وفلور. تعال نشوف ام 1 ام راوند. ام راوند للرقم ده بيقرب لي، انا كاتب لك برضك في الموقع التعريف كل واحد باختصار، ارجع الرقم الموجود في الخلية A1 بعد تقريبه الى اقرب مضاعف للرقم 10 اللي هي الاولانية دي. يعني ايه الكلام ده؟ اقرب بتقرب، يعني مثلا انا هقرب
الرقم ده الأقرب مضاعف للرقم 10. يعني إيه؟ يعني هي 114 بوينت كذا، 114 دي أما تيجي تتقرب لأقرب 10، عشان هي 114 أقل من النص، الأربعة وكسر دي أقل من الخمسة، فهيقربها لأقرب 10، هتبقى 110. طب لما أقول له إم راوند لأقرب خمسة، هي 114، أبص للرقم 114، الأربعة دي تقل يعني قريبة إنها تبقى خمسة ولا تبقى صفر؟ لا قريبة إنها تبقى خمسة، عشان كده جاب إم راوند للخمسة. الحاجات دي طبعا مهمة جدا. يبقى ده إم راوند. طب فلورينج، فلور سيلينج وفلور. سيلينج يعني زي للأعلى، سيلينج جاي من السقف، فلور الأرضية يعني الأقل. يعني بقى انا بجبره ان يقرب ازاي؟ يعني هنا بجبره، هنا لا، هو في منطق لوجيك بيتبعه، لكن هنا انا بجبره ان يقرب للاعلى وهنا للاقل. فمثلا لما جيت استخدمت هنا سيلينج، فجاب لي لا سيلينج لل A1 10، الاقرب 10 الاعلى، فخلاص هو شاف ان ديت برغم ان هي 114 ويعني المفروض اقل من نص، لا هو قرب للاعلى 10 بقت 120. اما فلور A1 5، فطبعا كانت النتيجة انه برضك للاقل، برغم ان هي هنا كانت جايبة 115، لا هنا 110. ليه؟ لانه ملوش دعوة بان الرقم ده قريب من الخمسة ولا غيره، لا ده للاقل. ودي حاجات كتير بنحتاجها في شغلنا، وهتلاقي في الموقع بتاع كورس 7، هتلاقي اللي انا بسيب لك اللينك بتاعه تحت الفيديو، هتلاقي ملخص سطر كده لكل امر، لو انت حصل معاك ايه تداخل. فانت مهم جدا ان انت تراجع الاوامر دي في الموقع بعد ما تسمع الفيديو. هنا هنستخدم الدالة even. الدالة even، فمثلا برضك لو قلت له even، even يعني زوجي، بقول له هات لي اكبر الرقم الزوجي القريب من ده الموجب، فخلاص بيجيب is even دي even سوري، بيجيب لي ال 116. حتى بالنسبة للسالب مش هتفرق، هيجيب لي برضك السالب الاكبر، لما احط له علامة سالب فهيجيب لي الاصغر، يعني على اساس ان الرقم شكلا اكبر، ملوش علاقه بموضوع الانت والكلام ده. كل حاجه، كل داله ليها مواصفاتها. نفس الكلام بالنسبه للاود، هقول له هات لي اود يعني فردي، هات رقم الفرد الموجب ده للقريب من A1 ده، فجاب لي اللي هي اود A1، جاب لي 115. اود ناقص A1 ناقص 115. في داله اسمها از ايفن. از ايفن، از ايفن يعني هل هو زوجي، هتدي ترو. يعني ايه؟ ادي وانا واقف هنا المعادله بقول له هل A1 ده زوجي؟ ايوه هو زوجي، فكتب لي ترو. طب انا لو عايزه يكتب لي ان هو ايفن، فهستخدم المعادله اللي هي دي، if is even A1 اكتب ايفن، اذا ما كانش اكتب اوت فردي. فانا لو عايز الرقم يكتب لي قصاده اذا كان زوجي، يعني لو كتبت له الرقم ده خليته 27، هبص الاقي دي بقت فولس ودي اود. لو كتبت له مثلا 30، طبعا انا هسيب لك الملف ده كامل زي ما هو كده على الموقع، تقدر تجرب فيه بكل التيبس اللي موجوده فيه دي، كل التيبس اللي موجوده تحت فيه. فانا يبقى في از ايفن واز اود. نفس الكلام از اود دي، اذا كان الرقم ده فردي يكتب لي ترو، از اود اي 1 از اود اه ترو، وهكذا. هنتكلم عن الأمر أو الدالة مود. مجموعة من الإكزامبلز في 3 تاب بنتكلم فيهم عن مود، اللي هي مود إكزامبلز والديفايد باي 8 وإيفن أور أود، أعرف إذا كان الرقم زوجي أو فردي باستخدام أود. طب الأول نفهم هي أود بتعمل إيه. أود هي بتجيب باقي الاسم، لما بقول له باقي الاسم الرقم ده على 10 مود A1 10، يعني اقسموني على 10 وهات لي الأرقام الباقي، بحيث الناتج ده يجيب لي باقي القسمة. فمثلا ما قسمه على 10 ما منفعش، فيها الخمسة وبقى 9. طب نيجي للرقم ده، قسمه لي على 2 وهات الباقي. طب 7 على 2 فيها 3 وبقى 1، فالباقي 1. طبعا لو جبت قلت له مد قسم لي الرقم ده على 6، 6 على 6 36 على 6 فيها 6،
وبقى صفر، فكتب لي صفر، فالرقم ده يقبل الاسم على 6. لو صفر فده استخدام مود، بيجيب لي باقي الاسم، باقي الاسم. اما ديفايد باي 8، انا هنا عايز اشوف الرقم ده بيقبل الاسم على 8. ايوه 8 في 8 ب64. لو انا فكتبت استخدمت دالة اف هنا، اف مود ايه، وبعد ما قسمته على 8 طلع الفرق الباقي صفر، يبقى فعلا يس. ما طلعش الباقي صفر يبقى انه ما بيقبلش القسمة. فانا لو خليت الرقم ده مثلا 44 هيكتب لي نو، ما يقبلش القسمة على 8، لان لو قسمت 44 على 8 في 5 وبقى رقم، فطالما بقى رقم يبقى هو ايه، فولس. طب اما لو عايز اعرف الرقم فردي او زوجي من غير ما استخدم اود وايفن فانكشن، فانا هستخدم برضك مود. ازاي؟ نفس الدالة دي، هو الرقم ده مثلا 28 كتب لي ايفن، طب لو كتبت له 77 هيكتب لي اود، لو كتبت له 70 هيكتب لي ايفن. فايه الفكرة؟ اف مود A1 على 2 بتساوي صفر، ويقبل الاسم على 2 وبقى صفر، يبقى ده رقم زوجي. يبقى اذا كان ناتج القسمه على باقي القسمه على اللي هي المود طبعا، باقي القسمه على 2 صفر، يبقى ده رقم زوجي. اما اذا ما كانش صفر يبقى ده رقم فردي. نقدر نستخدم مود مع التايم. مود مع التايم فتعمل ايه؟ مثلا لو انا قلت له مود A1 دي اللي هي تايم بالشكل ده، الديت والتايم مع بعضهم، التاريخ اليوم والساعة، فهيعمل ايه مود؟ اقول له مود A1 و1، هيعمل اكستراكت يعني هيقسم، هيجيب لي النتيجة دي، هيجيب لي الباقي، الباقي عن الايام، الباقي هو التايم. فخلاص مود ما دايما بتجيب الباقي، فخلاص على اليوم، فخلاص يطلع كذا يوم بالايام، ويبقى لي التايم ده اللي هو بالساعة. وممكن نعمل راوندنج للتايم باستخدام ام راوند. فمثلا لو قلت له ان ده كان التايم، وقلت له راوند ده لاقرب 15 دقيقة، فبيجيب لي كده ام راوند لاقرب 30 دقيقة، فيجيب لي ده لاقرب 30 دقيقة، لانه اكتر من الايه، شوف النص، ام راوند بتعمل كده، ام راوند لاقرب ساعة فيجيب لي اقرب ساعة اللي هي الساعة 7. فام راو فلورينج، كل الدوال مكتوبة بالفورمولا اللي هي فورمولا تكست، بجيب التكست جنبها واكبره عشان نشوف يعني، يبقى عملنا الموضوع بسرعة يعني. طبعا الطريقة دي بننجز بيها بسرعة. يبقى احنا بنتكلم عن الراوندنج تايم باستخدام راوند، ام راوند، وفلور، وسيلينج. فهنا فلور احنا اتفقنا قبل كده في نفس الملف ده في الجزء الاولاني، ان فلور بتقرب لتحت وسيلينج بتقرب لفوق. فانا لما اقول له كانت 21 واقول له قربها لي لاقرب ساعة، فهينزل بقت 21. لو سيلينج هيقرب لاكبر، فهي 22. لما اقول له في حاجه زي دي هقول له لا قرب لي، وادي له شكل معين، لقيت 8 دي اللي هي الساعه 2، 43 و15، لا انا عايز الفورماتنج تبقى كده لاقرب دقيقه، مش عايز انا اللي غير لاقرب دقيقه دقيقه. فهو يعمل ايه في السيلنج؟ الاقرب دقيقه للاعلى، فيزود يشيل الثواني خالص ويحط الشكل بتاعي بالمنظر ده. فده الراوندنج تايم. فكده الملف بتاعنا خدنا فيه مجموعه حاجات كتير وكلها متقسمه، وقبل كل حاجه في شابتر او شاشه بتقول. طبعا لما نحط الكلام ده على اليوتيوب هيبقى فيه شابتر كل متقسمه، تقدر تخش على التيب اللي انت عايزها. يعني احنا عندنا هنا كل دي تيبس موجوده في الملف، تقدر في اليوتيوب تقدر تخش على اي حاجه من التيبس دي لوحديها، بتتنقل لها حسب الامر بتاعها. بكده يبقى خلصنا اوامر التعامل مع الارقام والتايم والتقريب، وان احنا نقتطع جزء من الوقت.